وكذلك استعمال هناك الصواريخ والرجمات هو تحذيرا للمخزن، فإذا كان هناك أراد أن يتجاوز حدود معينة. وضعك في الصورة غايتنا. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. راه قلتها لكم، راه يخطاونا الصحفيين ديال الكراغيله، غادي يضربنا الخلا. شكون اللي غادي يبقى يفوج علينا ويضحكنا ويخرط علينا بالقوه الضاربه ديالهم؟ غير قولوا لي، واش هذا اللي قال لك بانهم راهم هما اللي كيدعموا روسيا ضد اوكرانيا هذا ماشي بسخوط الوالدين؟ ايوا السلاح منين كيجيك؟ كيجيك من عند روسيا ولا شي كتدعم به روسيا؟ علاش كتصنع السلاح ولا؟ نحن اقوى جيش واقوى دوله في العالم والجزائر قاره، وهاد المناورات اللي دايرها شنقريحه راه غير باش نخلعوا المروك. المروك راه ما نعش. لا راه فعلا نتوما اقوى دوله فعلا فعلا، وعندكم اسلحه متطوره، وعندكم داكشي. علاش كتدخلوا للمنطقه العازله ما كتوليوش تخرجوا؟ اللي دخل مسكين المنطقه العازله ما كيوليش يخرج. فخليكم تضحكوا شويه مع الصحفيين ديال الكراغيله، كيفاش كيكذبوا على الشعب وكيفاش كيوهموا بانهم اقوى دوله واقوى جيش واقوى منظومه صحيه، والشعب مسكين جالس في الطابور وكيسمع بحال هذا الكلام كيفراح، كينسى راسو راه في الطابور وكينسى راسو راه مهمش وما عندوش بزاف ديال الحقوق اللي منهوبه منو. فخليكم مع الفيديو، نتمنى تفعلوا معاه بشكل كبير. ما تنساوش تدعمونا بلايك. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. الفريق سعيد شنقريحة وخلال الكلمة قال بأن الكثير من أعداء الجزائر يتربصون بأمنها وأمن طبعا مواطنيها وأمن، وأيضا يحاولون اللعب باستقرار الجزائر، ولكن قال هو ككل مرة يقول يعني من خلال خرجاته الإعلامية بأن اليوم معركة الوعي هي من ستفوز وهي من ستحقق نتيجة لا حالة. الفريق سعيد شنقريحة قال بأن أعداؤنا يعملون ليل نهار على ضرب الوحدة الوطنية. كما يعلم الجميع طبعا أن المؤسسة العسكرية الجزائرية لها دور فعال خاصة في التهديدات الأمنية على مستوى الحدود الجزائرية المغربية، ولهذا أن الجزائر طبعا لها قوة ردعية لمن أراد أن يتجاوز هذه الحدود الجزائرية أو المساس من جهة ثانية، علما أن هناك ما تسمى بدول الجوار التي تآمرت مع الكيان الصهيوني، ووضعت هناك ما تسمى قاعدة عسكرية مشتركة بين دولة الجوار وبين الصهاينة، وهذا يعتبر تهديد أمني بالدرجة الأولى للجزائر، ونحن نحترم حسن الجوار. علما أن التهديدات الأخيرة التي كانت من طرف هذه الدولة أنذاك في سنة 63، وأن الجزائر كانت أنذاك جريحة يا ضنايا، كانت آنذاك جريحة خرجت من الاستعمار الحرب بين الجزائر وفرنسا، لكن لم تأخذ عبرة في هذا الجانب. لكن كل العام والخاص بأن الجيش الجزائري والإرادة الجزائرية التي كانت بالأمس ليست هي باليوم، والإرادة الجزائرية التي كانت بالأمس ليست هي باليوم. وأضاف بوريطة أنه يجب على مدريد أن تدرك أن المغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس، وأن كل التطورات الجيوستراتيجية العسكرية في تلك المنطقة، وأن الجزائر أصبحت منطقة كبيرة وقوة ردعية لمن أراد أن يتجاوز ذلك، علما أن الجزائر تمتاز بترسانة عسكرية قوة برا وبحرا وجوا في جميع المناطق. سير وليدي اللي فوت عليك الحال، سير. وأصبحت قوة عسكرية لمن أراد أن يتجاوز ذلك، وعلما أن إسرائيل تعلم بذلك، لأن حرب 73 من الذي دخل الأراضي الإسرائيلية؟ ألا وهو الجيش الجزائري الذي دخل الأراضي الإسرائيلية في سنة 73. يعني انت ضخمت بطولتك وزدت في الاكاذيب لدرجة انك انكرت الاخر ومش عايز الاخر يقولك احشم على عرضك شوية، ده انت مشاركتش اصلا.
وهم على علم بأن الكيان الصهيوني الذي تآمر مع المخزن مؤخرا ووضع هناك قاعدة عسكرية متواجدة لتهديد الأمن الجزائر. فنحن نقول أن الجزائر لها قوة عسكرية، لها قوة عسكرية، والدليل على ذلك أن هناك ما يسمى بالسباق التسلح بين الجزائر وبين الجارة المغربية على رأسها المخزن، ونحن نقدم كل الامتنان لإخواننا المغارب، لكن المخزن هو العميل. السلوك اللي عنده دخلت كلها على بعضها لإسرائيل، ويريد هناك شن حرب بين الجزائر وبين المغرب. نعم السعيد، أو الفريق شنقريحة قالها بصريح العبارة بأن أعداء الجزائر يحاولون وبشتى الطرق زرع الفتنة والتفرقة والكراهية بين أبناء اللحمة الواحدة. قال أيضا بأن الجزائر قوية بأسسها الثابتة، وهي مسؤولية الجميع على أن تكون قوية، ويعني وكأنه ما هي الدلالات ربما التي أراد أن يوصلها سعيد أو الفريق شنقريحة؟ ما هي أهم الدلالات التي يمكن أن نتحدث عنها من خلال هذا التمرين التكتيكي، وخاصة أنه بالذخيرة الحية والشعار والصمود 2022؟ السيد قائر الأركان للجيش الوطني الشعبي الجزائري هو على دراية بذلك، وأنه سيعطي درسا لهؤلاء الأعداء الذين يتربصون بخيانتهم مع الكيان الصهيوني لتهديد الأمن الجزائري، وخاصة بين المغرب الحدود المغربية الجزائرية. فطبعا أن هذا التمرين الذي جاء في قيام الليل ليلا باستعمال الذخيرة الحية، وكذلك استعمال هناك الصواريخ والرجمات، هو تحذيرا للمخزن. فإذا كان هناك أراد أن يتجاوز حدود معينة، فإن القوات الجزائرية المسلحة ستكون بالمرصاد، وهؤلاء سيأخذون درسا لا ينسوه. نعم، والجيش الجزائري هو بالمرصاد لكل من يتربص بالجزائر، وهو ضد أيضا أعداء الجزائر، ليس فقط نظام المخزن الذي هو عبارة عن جوكر فقط لا أكثر، وإنما الجيش الجزائري قوي بشعبه، وصراحة المسؤولية كما قال الفريق شنقريحة هي مسؤولية الجميع. المجتمع ده أيضا من خلال طبعا هذا التمرين التكتيكي يدخل في تدريب أيضا القادة والأركانات على تحضير وتنظيم الأعمال القتالية ليلا، فضلا عن إكساب القادة الخبرة في السيطرة على الوحدات من خلال أيضا التنسيق والانسجام. تفضل. علما أن الدراسة الجيو استراتيجية العسكرية الجزائرية أثبتت ذلك، لأن مهما كانت أن الجزائر هي تمتاز بقوة ردعية، والقوة الردعية أثبتت ذلك ما يجرى هناك الحرب بين روسيا وأوكرانيا. ولا ننسى بأن الجزائر هي حلف تنتمي إلى روسيا، ولكن الجزائر اليوم بخصوص القضية الروسية الأوكرانية هذا ملف آخر، الجزائر تتخذ موقف الحياد طبعا. نعم طبعا، بغض النظر على أن حليف روسيا في أمور أو غيره، ولكن الجزائر في هذه القضية هي تتميز بالحياد. دعنا من هذه النقطة نذهب إلى نقطة أخرى أستاذ عمر بوعشا، هل نستطيع القول بأن هذا سنشهد تمارين تكتيكية أخرى أيضا بالذخيرة الحية لإعطاء جاهزية أكبر لقواتنا من حيث التنظيم ومن حيث التأطير؟ طبعا، أن القوات المشتركة العسكرية الجيش الوطني الشعبي، هذه التمارين على الحدود الجزائرية المغربية ستكون هناك قوة ردعية لهؤلاء الذين يريدون المساس بالتراب الوطني وأمن الجزائر بالدرجة الأولى. ثانيا، أن القوة العسكرية والصواريخ عبر القارات والرجيمات التي هي متواجدة حاليا بالجزائر ياكس ليس لها لأن المغرب ليس له قوة ردعية مما هي موجودة في الجزائر في بلادنا بالدرجة الأولى. نعم والله ينعلي ما يحشم الزلط والتفاعيل
كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. خليوا لي الراي ديالكم في التعليقات، ما تبخلوش عليا بالراي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا. كيف العاده نشوفوا فيديو جديد وديما مغرب.